السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها لمتابعة الأوضاع في جزيرة سقطرى والصراع الحاصل بين السلطة المحلية والإمارات. اتهم محافظ سقطرى رمزي محروس السلطات الإماراتية بالسعي لإيجاد سلطة موازية في الأرخبيل. وقال محروس في لقاء جمعه بقيادات وشخصيات اجتماعية في المحافظة إن مسؤولي مؤسسة خليفة التي تمثل واجهة النفوذ الإماراتي في سقطرى يعملون على عرقلة قرارات المحافظ والسعي لإنشاء سلطة موازية بجانب السلطة المحلية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: لماذا هذا الإصرار الذي تبديه الإمارات في سقطرى؟ وهي أهدافها؟ وما هي خيارات الحكومة للتعامل مع الدور الإماراتي والتحديات التي تفرضها في الجزيرة؟ نتابع التقرير. سلطة موازية في سقطرى، المتهم بإنشائها وجهاء موالون للإمارات، والمتهم هنا السلطة المحلية، والهدف وفق مراقبين تنفيذ تمرد ثان على الشرعية. محاربة المحافظ لا تغيره، بالأمس غيرت مدير عام الشباب عينوه مستشار معه، يعني يعملوا لنا حكومة موازية، وهذا الكلام غير منطقي. بدأت القصة مع توجيه محافظ سقطرى رمزي محروس بإعادة الموظفين الحكوميين إلى مناصبهم، من بينهم موظفو الكهرباء كانت السلطات الإماراتية قد طردتهم في 2016 بتهمة عدم الولاء لها. إجراءات المحافظ أثارت حفيظة الموالين للإمارات، وشهدت سقطرى تمرد مدير محطة الكهرباء بعد توقيفه وتوقف محطات البنزين عن العمل، بالتزامن مع ترويج إشاعات بأن المحافظ هو من يقف وراء أعمال الشغب والتمرد ضد الإمارات. يتهم المحافظ قيادة مؤسسة خليفة الإماراتية بدعم سلطة موازية للسلطة المحلية. وقال محروس في كلمته أمام وجهاء سقطرى إن تلك الحكومة استخدمت أفرادا من جنسيات باكستانية وهندية في أعمال تضر المصلحة العامة، وهو ما جعله يمنع دخول غير الخليجيين بدون تأشيرة رسمية، خصوصا بعد ضبط مهندس فلبيني متهم بتعطيل شفرة الكهرباء بعد محاولته الهروب عبر طائرة إماراتية. أجا الفلبيني وطفى الكهرباء وقلب الكيبلات كلها وخرج. تعطيل الخدمات العامة ودعم مجموعات مسلحة بهدف نشر الفوضى في أرخبيل سقطرى هي التهمة الجديدة الموجهة لأبو ظبي، ويرجع محللون هذا التوجه الإماراتي إلى فشل انقلاب أبو ظبي على الشرعية في مايو الماضي أثناء وجود رئيس الوزراء فيها. لا تكمن مشكلة سقطرى مع الإمارات في خدماتها الإنسانية، لكن السلطة المحلية لا تريد أي دعم كصدقة يتبعها أذى، يقول المحافظ الذي أكد أن أبناء سقطرى جاهزون للتعاون مع أي داعم خارجي، لكنهم ليسوا مستعدين لتسليم رقابهم. هذه هي حكاية سقطرى. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ أحمد جمعان أحد الشخصيات والمشايخ في جزيرة سقطرى. مرحبا بك شيخ أحمد. حياكم الله، يا مرحبا. ما الذي يحدث في سقطرى بعد تصريحات المحافظ التي اتهم فيها الإمارات بأنها تريد البحث عن نظام موازي يقوض السلطات المحلية في الجزيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اسمحوا لي في هذا المناسبة أن أتقدم بالتهاني والتبريكات لفخامة المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة، وإلى نائبه أبي محسن الأحمر، ولا الأستاذ بن دغر رئيس الحكومة، ولجميع الشعب اليمني والأمة الإسلامية العربية والإسلامية. نعم. بهذه المناسبة، وهي مناسبة عيد الأضحى المبارك. نعم. أخي، ما طرحتم هو طبعا قد تم الحديث في المواقع الإعلامية عما يحدث في سقطرى. نعم. لا شك أن الأخوة دولة الإمارات أحد دول التحالف العربي قدمت الكثير لسقطرى كما تقدم لليمن، ونشكرهم على هذه الجهود التي يبذلونها أيضا في سقطرى. نعم. ما حدث في سقطرى
هو هناك أخطاء ارتكبت من المندوبين، مندوبين مؤسسة خليفة، وفي كل الأحوال هذه الأخطاء نحن لا نرتكها بدولة الإمارات، وإنما ندعو أيضا قيادة الإمارات أن تختار مندوبين بما يليق بهذه الدولة وما تقدمه لليمن عامة ولسقطرة. ألا يعكس هؤلاء المندوبين سياسة الإمارات المتبعة في الجزيرة؟ التصرفات التي يقومون بها هؤلاء المندوبين لا يمت بأي صلة إلى دولة، لأنهم لا يتعاملون مع السلطة المحلية ولا يتعاملون مع الدولة المحلية، ويتصرفون تصرفات خارج نطاق الدولة، وبهذا لا يمكن أن نقيسهم بأي حال من الأحوال أنهم ينطلقون من دولة أو من توجيهات دولة. ما يحدث اليوم في سقطرة لا يخفى عن الكل. الأخوة الأشقاء الإماراتيين جزاهم الله خير دخلوا هنا في سقطرة بعد إعصاب شبان وميج وتدخلوا في قطاعات مختلفة. نعم. ما حصل أخيرا بالنسبة للكهرباء هو انحراف خاطئ عن الهدف الأساسي الذي من أجله تم دعم كهرباء مدينة حبيبوب. نعم. وهذا الانحراف نحن نحمل المندوبين الإمارات اللي في سقطرة على ما يقومون به، لأنهم لا ينسقون مع الدولة ولا ينسقون مع الحكومة المحلية، وهذا هو الخطأ بحد ذاته. نعم. طيب طبعا إذا أردت تفضلوا. نعم أستاذ أحمد ابقى معي، نشرك معنا في الحديث الدكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية. مساء الخير دكتور فيصل. مساء النور لك للجمهور الكريم. مرحبا بك دكتور. بعد التفاهمات الكبيرة التي حصلت مؤخرا والتقارب بين الإمارات والرئيس عبد ربه منصور هادي والشرعية، وأيضا بعد الإشكالية الكبيرة التي حدثت الفترة الماضية في جزيرة سقطرة ووصلت إلى الجميع، ووصلت يعني الخلاف حد رفع قضية ورسالة من الحكومة إلى الأمم المتحدة تشتكي الممارسات الخاطئة التي تقوم بها الإمارات في جزيرة سقطرة، ثم بعد ذلك تم التراجع وحل الإشكالية. لماذا تصر الإمارات على إعادة نفس الإشكالية التي تم البت فيها مسبقا وتحاول تقويض السلطة المحلية وبناء تنظيم موازي للسلطة الشرعية من خلال متابعتك وقراءتك دكتور؟ طبعا الإمارات المتحدة ودول التحالف تحديدا تقدم نفسها كحاكم حقيقي للبلد وتعزز سلطانها على الأرض من خلال دعم هذه الكيانات الموازية بالأموال والسلاح والرشاوي والاستقطاب والتجنيد وكل هذا فقط لتعزيز سلطانها على حساب السلطة الشرعية. هذا واضح منذ البداية، ولم تحل الإمارات منطقة من المناطق المحررة إلا وجدت لنفسها كيانا موازيا يقوض السلطة الشرعية، وليس في أداء الإمارات ما يستحق الشكر، وإنما هناك أعمال عدائية تبعث على الغضب شعبيا وهي مسموعة في المهرة وفي سقطرة وفي عدد وفي تعز وفي معظم المناطق التي هُوِلت فيها الإمارات. لنكون واضحين، العمل الذي تقوم به الإمارات هو عمل خارق للقانون الدولي. كيف دخلت الإمارات إلى بعملها هذا الخير أو غير الخير إلى سقطرة؟ هل استأذنت السلطات؟ أنت كمواطن يمني لا تستطيع أن تدخل في مطار دبي كترانزيت ساعة ساعتين مع أخذ جوازك، وأنت بسرب لا تستطيع أن تعمل شيئا. كيف تسمح لنفسها بانتهاك السيادة اليمنية بالدخول إلى سقطرة أو السعودية بالدخول إلى المهرة دون استئذان السلطات؟ هناك قانون داخلي لا يسمح لأي منظمة عربية أو أجنبية أو عالمية أن تدخل دون تنسيق مع السلطات وأخذ إذن منها وتحديد ماهية عملها وأن يكون عملها تحتها الرقابة. الإمارات دخلت هذه المناطق بلاد ودون فيزا ودون اعتبار للسلطة المحلية. المحافظ عندما أظهر شكواه إنما أظهر هذه الشكوى من اختراق لهذه القوانين.
نحن لا نريد صدقاتهم ولا دعمهم ولا طلاءهم للشوارع ولا للمدارس ولا للجرحى. ما الذي قدموه؟ إنها أكذوبة. يقدمون مئات المليارات لشراء سلاح لتدمير اليمن، ويقدمون مئات المليارات رشا للبيت الأبيض، بينما هم يمارسون القتل اليومي في اليمن. نعم. يمارسون التهجير، التجويع. يعني أتعرف آخر قصف غير متعمد في الجو وفي حرب فقد فيه الجيش الوطني أكثر من 20 ضابط. هؤلاء أعداء، ليسوا أصدقاء ولم يأتوا ليساعدوا اليمنيين. ينبغي أن يرتفع صوتنا عاليا، وينبغي أن توطخ السلطة الشرعية على صمتها المخزي التي لا تهنئ لا بعيد ولا بجمعة. إنها تمارس القبح ذاته حينما فتحت الأبواب مشرعة أمام هؤلاء الغجر ليدمروا اليمن. نحن لا نحتاج لا لصواريخهم ولا لطائراتهم. مرحبا بإيران إذا كانت تتصدر بهذا الشكل. نعم. فلا أتوا ليحمونا، هم أتوا ليحموا أنفسهم. إن إيران تخنقهم من الشمال وأرادت أن تخنقهم. طيب من دكتور. وإذا أرادوا أن ينجوا بأنفسهم من هذا الاختناق اليمنيين بأسلوب يحترمون فيه سيادة اليمن. نعم. طيب دكتور، لكن الأستاذ أحمد جمعان أحد الشخصيات الاجتماعية و الأعيان في جزيرة سقطرى وهو الآن يسمع، قال بأن الإشكالية في المندوبين الذي تعينهم الإمارات وليس في التوجه الإماراتي الرسمي. يعني هل تعتقد بأن هذا الطرح صحيح، أن هؤلاء المندوبين لهم سياسة أخرى لا يمثلون سياسة ونهج ما تريده الإمارات في الجزيرة؟ غير صحيح، غير صحيح. كل من يخرق القوانين المحلية وكل من يعمل ضد السلطة الشرعية في اليمن إنما هو مدعوما بسياسة إماراتية، سواء ما يعمله مندوبوها في الحزام الأمني في عدن أو ما يعمله الآن المندوبون في سقطرى أو ما يعمله وكلاءها في تعز أو في الضالع أو في شبوة أو في حضرموت أو في المهرة. نعم. إنهم يمارسون تقويضا واضحا للسلطة الشرعية ويعملون تحت حمايتها وبأموالها. من أين لهم المدرعات الذين يقتحمون به الكلية الحربية لكي يقتلوا إنسانا رفع أو سيتخرج ليصبح ضابطا منتمي إلى الجمهورية اليمنية أو الجيش الوطني؟ هل هذا الرجل نزلت له المدرعة مع الأمطار الصيفية أم سمكة البحر؟ ينبغي أن يكون خطابنا واضح ودون مواربة. لا ينبغي أن نبيع أنفسنا ووطننا لهذه الترهات من المجاملات التي لا تستحق. هؤلاء الناس جاءوا ليدمروا. ما يفعلونه في عدن وفي تعز وفي المهرة وفي سقطرى وفي الضالع إنه عمل عدائي مدعوم. الأموال تدفع لعملائها مباشرة خارجا عن البنك المركزي. إذا كانوا يحترمون السلطة الشرعية عليهم أن يودعوا أموالهم لعملائهم في البنك المركزي اليمني، وعليهم أن يمسقوا مع الحكومة في دفع هذه الرواتب بشكل رسمي. نعم. هذه من الخجل أن نبحث عن مبررات لهذه الاعتداءات. ما بوصف هذا الرجل الذي يعمل في جمعية خليفة لا أدري ما هو. هم إماراتيون بالتأكيد دكتور، هم إماراتيون دكتور. هم إماراتيون لا يستطيعون أن يمارسوا أي فعل دون إعازة من سلطة تدعمهم بالمال وبالأجندة الذي يعملون وفقها. نعم. الفرد ليست هي أن يتحدث سلطة محلية قادرة على اعتقاله وإذا أوصي. طيب دكتور ابقى معي، اسمح لي أعود للأستاذ أحمد جمعان. أستاذ أحمد، إذن الآن بعد هذا التصعيد الواضح وتصريحات محافظ جزيرة سقطرى، إلى أين اتجهت الأمور اليوم؟ هل هناك حل؟ هل هناك تقارب؟ هل هناك تراجع من هؤلاء؟ ويعني سد هذه الفجوة ومحاولة تفادي الأمر، أم لا زال التصعيد قائم؟ طبعا هناك لجنة من المشايخ والأعيان في حبيبه حاولت تقريب النظر وجهات والجلوس مع هؤلاء المندوبين، ولكنهم يرفضون اللقاء بالمحافظ ولا يعترفون بالمحافظ. واسمح لي أن أبين بعض التوضيحات الأساسية لربما نفهم القضية من أساسها، وهو أن قضية الكهرباء هي تدخل حصل من الأخوة الإماراتيين عبر مؤسسة خليفة قبل سنة لتطوير أداء الكهرباء وتحسينه. ولكن في الآونة الأخيرة
أصبحوا يتحكمون عبر مؤسسة أو شركة اسمها ديكتن باور، وهي تدعي أنها هي التي تشغل الكهرباء، ونحن ما نقول إلا أنه هذا أيضا خدمة إذا استمرت سيكون لها جزء من الشكر والتدبير. لكن هذه الكهرباء هي لمدينة حديده، ولا يزيد عدد مشتركين من المدينة أساسا، وحتى ما وصلت حتى إلى مواهي حديده، وهي عبارة عن 3500 مشارك. نعم. طيب استاذ احمد، نعم استاذ احمد، بعيدا عن الحديث عن الخدمات، نعم بعيدا عن الخدمات، نحن نتكلم الان عن موقف سياسي وتقويض السلطه المحليه. كما تعلم كان تصريح محافظ سقطرى يقول لن نسلم رقابنا لهؤلاء، يعني دلاله هذا التصريح ما هي التخوفات التي جعلت المحافظ يصرح مثل هكذا تصريح خطير؟ أريد أن أوصلك أخي أن هنالك جهود أيضا من مكتب عمارة السعودية اللي حاول يعني اعتمد كهرباء عامة لسقطرة وضواحيها وبقية المناطق، والمشروع الآن قيد التنفيذ. ما قاموا به الأخوة هؤلاء الآن من دوبين هو إيجاد محطة خارج المحطة الرئيسية موازية لتعطيل المحطة الرئيسية اللي تم الاتفاق مع مكتب عمار. مكتب عمار اعتمد كهرباء للشغل لحديده وايضا طيب المناطق. المندوبون السعوديون استاذ احمد، المندوبون السعوديون المتواجدون في جزيرة سقطرى، ما هو موقفهم؟ هو موقفهم انهم يعني ماشيين في عملهم في تجهيز محطة كهربائية لدعم توسيع خدمة الكهرباء إلى بقية مناطق وضواحي. طيب أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، ومعذرة على المقاطعة، نعم معذرة على المقاطعة للمرة الثانية، لكن ما أريد الآن منك هو أن نفهم الوضع السياسي وتقويض السلطة المحلية. بعيدا الآن عن موضوع محطة الكهرباء ومن يريد يعني تشغيلها، نحن نتكلم الآن عن منظومة كاملة، هناك نظام ينشأ موازي يريد تقويض السلطة المحلية وينفذ كل أوامر بعيدا عن السلطة المحلية ويتعامل يعني خارج إطار الدولة الشرعية. موقف السعوديين المتواجدين الآن في جزيرة سقطرى من هذه الاختلالات التي تمارسها الإمارات ومندوبيها في الجزيرة؟ إلى الآن ما في هناك أي موقف سياسي واضح، إنما تحدث لك عما حصل على الأرض من أنهم ينشئون محطة كهربائية. ما تقول أنه إن جاء هناك يعني انه تقول السلطه الشرعيه، هذا كلام صحيح. هؤلاء المندوبين ومن يلتف حولهم يمارسون اعمال ضد توجهات وضد خيارات السلطه المحليه، وهذا ما يدينه السقاطره جميعا. كل ابناء سقطره منزعجين من هذه التصرفات التي لا تتواكب مع توجهات السلطه، وان كانوا يتحدثون عن التنميه ويتحدثون عن التطوير، يتحدثون انهم يقدمون شيء كثير لسقطرى، لكن ما يريدوه سكان سقطرى بالاساس هو ان يكون عملهم وكل ما يقومون به من نافذه من طريق السلطه المحليه وما ترى السلطه المحليه في خططها. نعم. وفي برامجها. طيب استاذ احمد، تابعنا في الفتره الماضيه عندما حدث الاختلاف بين الحكومه الشرعيه وتواجد رئيس الحكومه في جزيره سقطرى، خرج ابناء سقطرى بمسيرات ومظاهرات واحتجاجات تطالب يعني برحيل الامارات، ووقفت وسندت السلطه الشرعيه. لماذا لا نرى هذا الحراك الشعبي الان كما تقول الرفض من قبل ابناء الجزيره حول السلطه المحليه وضد هذه الممارسات التي تقوم بها الامارات؟ ما حدث في حين هذاك كان شأن أمني وشأن عسكري، وهذا أصلا غير مقبول في سقطرى. نحن جزيرة مسالمة وجزيرة آمنة وجزيرة تعتبر قبلة السياح في العالم على مستوى العالم، ونحن ضمن التراث العالمي، ولا نقبل بأي حال من الأحوال أن يكون هناك تدخل عسكري أو أمني أو كذا في سقطرى. لا شك أن أبناء سقطرى يعبرون عن إرادتهم عبر الإعلام، ولا شك أن الأمور ستتقدم إلى الأمام إذا ما كان هناك وجهة واضحة وتوجيهات واضحة من شرطان الإماراتيين حكام الإمارات إلى هؤلاء المندوبين للتعامل عبر السلطة المحلية. لا شك أن سيكون هناك موقف في طيب. الأيام القادمة عما يريدوا وما يتحدث حوله أبناء سقطرى. نعم.
طيب استاذ احمد اعود للدكتور فيصل الحذيفي. دكتور فيصل، موقف الحكومه الشرعيه كيف تقرا موقفها؟ ربما يعني السلبي الى اللحظه لم نسمع اي تصريح من قبل الحكومه الشرعيه ولا من الرئاسه ضد هذه الممارسات التي صرح فيها مسؤول الشرعيه في سقطرى وهو المحافظ. نحن دوما نقول بانه المسؤوليه تقع على السلطه الشرعيه بهذا الصمت، حينما تركت لهذا التدخل قد يصبح هو صاحب البلد ونحن أصبحنا مجرد عالة عليه أو ضيوفا أو ربما لا لا لا, لا, لا شرعية لنا بنظرهم بهذا البلد، وكأن سقطرى أصبحت إماراتية والمهرة سعودية وربما الحدود كلها في الشمال تصبح سعودية والبحار كلها جنوبا وغربا تصبح إماراتية، والحكومة تصمت وتظن بأنه الوقت لم يحن بعد. السماح بتفاقم مثل هذه التدخلات دائما يغرق المجتمع في قيود وأسر لا يستطيع أن يتحرر منه سابقا لاحقا. ما يجري في سقطرى أنه السلطة المحلية لا تستطيع أن تضبط هؤلاء الأفراد لأن هناك قوة سعودية عسكرية دخلت بدل الإمارات هي من تحميهم، لأن هؤلاء الناس إذا كانوا عزل وبدون حماية عسكرية بيسعد المحافظ أن يقبض عليهم بطاقة ويدخلهم السجن أو يرحلهم، ولكن وراءهم قوة مسلحة. عندما حصلت المظاهرات في حين مع الحكومة خرجت القوات الإماراتية ودخلت بدلها قوات سعودية، أي أن سقطرى أو المهرة أو أي منطقة تتعزز نفوذ هذا التدخل بوجود هذه القوات بحيث تصبح السلطة المحلية هي الأضعف، والسلطة الشرعية بصمتها تضعف أيضا من أداء السلطة المحلية، وهكذا سيستمر الوضع بتآكل وتراخي وانهزام وتراجع بسبب أيضا قلنا دائما موقف السلطة الشرعية إلى الآن غير واضح مع الشعب اليمني، وهو أيضا لا ندري ماذا يتحدث مع هذه القوى في الغرف المغلقة، كيف يتخاطب هذه مع الملك السعودي، كيف يتخاطب هذه مع حكام الإمارات، ما الذي فعله هذه إزاء ترحيل اليمنيين بدون حق؟ السعودية تمنح اليمنيين المغتربين فيز رسمية ويدفعون ثمنها 20,000 سعودي بديون، ثم يصر ويقول هذه الأمور مساعدة ارحل. هذه سلطة عندما تسكت عن هذا هذه خرق القانون الدولي في العلاقات الإنسانية في العلاقات الدولية. إلى الآن هذه صامت عن ما يجري بالمغتربين في السعودية، هذه صامت عن ما يجري من اختلاف الأمن في عدن، هذه صامت عن الكيانات الموازية في المناطق المحررة، هذه صامت الحكومة عما يجري في المهرة باحتلال السعودي للمحافظة دون داعي لتواجد هذه القوات، حيث أن المهرة وسقطرى مناطق بعيدة لن يصل إليها الانقلابيون وليست مناطق فيها إرهابيين ولم تقع فيها حتى حوادث اغتيال أو مكادرات بالسلاح. فما داعي لوجود مثل هذه القوات السعوديه في المهرة او قوات السعوديه في في سقطرى والاماراتيه او تدخلهم بهذا الشكل الفج؟ وكل ما يعملونه على الارض يفترض ان يكون بالتنسيق مع السلطه الشرعيه ثم التنسيق مع السلطه المحليه. بدون اعاده تقويم هذه العلاقه مع هذه الدول فضررها في هذا التدخل اكثر من نفعها. والحوثيون الانقلابيون وايران تستفيد من هذا السلوك السيء الذي يخلق شرخا بينا مع المجتمع اليمني من جهه والقوى المسانده للشرعيه وبينها دول التحالف التي اتت زعما انها تدعم اليمنيين واذا بها اتت لتحتل اليمنيين وتستغلهم وتعبث بهم. اشكرك. لم ينل اليمنيون من الاحتقار اكثر من هذا. اشكرك جزيل الشكر استاذ العلوم السياسيه الدكتور فيصل الحذيفي، كنت معنا من تعز. وعوده اخيره للاستاذ احمد جمعان. استاذ احمد، اذا الكلمه الاخيره ورسالتكم الاخيره كمشايخ واعيان وشخصيات جزيره سقطرى، ما الذي تريدون وما هي رسالتكم للحكومه وللامارات؟ نحن نوجه رساله باسماء ابناء سقطرى اجمالا، نحن نرحب بجميع الانشطاء في مجلس التعاون الخليجي وفي التحالف العربي للقيام بأي زور تنموي في سقطرى، ونمد أيدينا إلى كل أخواننا أنهم يتجهوا إلى سقطرى لتنميتها وبناء قدراتها وبناء يعني وعمل مشاريع تنموية تعد النفع للصالح العام لسقطرى ولليمن.
وندعوهم أن يفهموا خصوصية سقطرة. طبعا سقطرة خصوصيتها خصوصة بيئية، منطقة آمنة، شعبها مسالم، يحب الخير للجميع. فندعوهم جميعا أن يتعاملوا مع سقطرة بهذا الأساس. أيضا ندعوهم كل من يريد أن يعمل على سرار سقطرة أن ينسق أو يدخل من بوابة السلطة المحلية. هذا ما يريده أبناء سقطرة جميعا. لا يعتقد البعض من المندوبين أو غيرهم أو من يروج في الإعلام أن السقاطرة يريدون يعني من يمارس خالق نطاق السلطة. نحن نرحب ونحترم ونقدر الجهات التي تتعامل عبر السلطة. نحن لدينا محافظة ولدينا قيادة ولدينا منظمات مجتمع مدني ولدينا جهات يعني وطنية. فندعو الجميع إلى التعامل بالتنمية والتعامل في كل المجالات عبر السلطة المحلية. نحترم كل الأخوة وكل الدول وكل المنظمات التي قدمت وساهمت وسعت لتقديم الخير لسقطرة، ونشكرهم جميعا، وعلى رأسهم دول التحالف العربي، المملكة العربية السعودية والإمارات وما يقدمونه لليمن. ومع هذا كله ندعو إخواننا وأشقائنا أن يدخلوا من بوابة السلطة المحلية. نحن نريد الأمان والاستقرار والحب والاحترام والود في سقطرة. هذا ما عشنا عليه وسيستمر بإذن الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله خير. شكرا جزيلا لك أحمد جمعان، أحد أعيان وشخصيات جزيرة سقطرة. شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا للدكتور فيصل الحذيفي. ختام هذه الحلقة مشاهدي الكرام، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى في زوايا الحدث، كل عام وأنتم بألف خير.